اهو جه. تمشي يا منى. المهم الحب. مع ممدوح دي خطيبته شغاله في مهمه الحب. الهام ما قدمتليش اللي معاها ده خطيبها. انت صغنن قوي. المهم الحب. لا الأكل الدسم ممنوع، السهر ممنوع، الشرب ممنوع، التدخين ممنوع. يعني باختصار الحياة ممنوعة، يعني لازم تموت عشان صحتها تتحسن. وهي الحياة عربدة يا أستاذ. يا دكتور ده الأستاذ عادل. عادل ده للأسف الاسم اللي اختاروه لي أهلي، لكن الاسم اللي أنا اخترته لنفسي بكل فخر هلو بلو. أنت طالب يا أستاذ بلو؟ لا أنا مش طالب حاجة، أنا صديقي. ليت كل العلاقات الإنسانية تسمو إلى مستوى الصداقة، عندئذ لن يكون هناك مشاكل. فلو أن الزوج أصبح صديقا لزوجته لا وخلص. وين ده الخلص؟ قرطاس اللب يا دكتور، عرفت الكلمتين دول عجبوني حفظتهم، وأنا بطبعي أعز اللب أوي. شاهيناز أنا بحذرك، لو استمريتي على الحالة دي ممكن توصلي لمرحلة خطيرة جدا. وحتى لو وصلت في إيه أخف عليه؟ لا أم ولا أب ولا حاجة أبدا. يا الله. العمر إحساس مش عدد، العمر بالطول مش بالعرض، العمر لحظة نعيشها زي ما احنا عايزين مش زي ما غيرنا يعوز وخلص. قرطاس اللب؟ آه الفيلم، وقمنا روحنا أصله كان فيلم بايخ، بس عجبوني الكلمتين دول حفظتهم، وأنا بطبعي أعز الفيلم البايخ. شاهيناز أنا بحذرك، العلاج في إيدك، وارجو الناس معاني كل خير ان شاء الله. استاذن انا. باي باي. شرفت يا دكتور. باي باي. باي باي. وحضرتك يا ذوق البشت مرجي. بشت مرجي ده ايه؟ انا نائب الدكتور. اي خدمه؟
ما هو كنت عايز الدكتور موجود دقيقتين ويوصل. دقيقتين ويوصل. اه انا كنت عايزك في كلمتين سر. سر؟ اه تعال يلا بينا. نعم. اسمع بقى يا ذوق. ايه؟ انت باين عليك واد ناور وملحلح. وفي حاجه كمان. ايه بقى؟ مفتاد. تعجبني. حس كده بقى، انا عايز شهاده من الدكتور تثبت ان انا عيان بقالي شهر. وايه المناسبه؟ اصلي زوغت الشهر ده من الشغل. شهاده مرضيه باثر راجعي. تمام كده يا ذوق. اه واذا انا رفضت؟ انا جايب لك واسطه من البنك الاهلي عادل. ما تخافش ما تخافش. ليه انت الطقم؟ الله يخليك. احنا كده بقى. تعالى يا ذوق. الله يخليك. اه انت اللي ذوق. الله يخليك يا ذوق. انت ابن حلال وتستاهل كل خير. يرضى عنك. حقيقي. اشهدوا يا عالم. شايفين يا ناس؟ شايفين الراجل ده؟ انا هوديك النيابة. ليه بس يا ذوق؟ ليه؟ هتستشهدني يا مجرم؟ اتفضل خد فلوسك اهي. اوعى تيجي هنا تاني. حاضر. ناس ما عندها الذمة. جات موافقة من ألمانيا إن أسافر أعمل دراسات. اه. حضرتك هتغيب كتير؟ ثلاث أشهر. طب والعيادة؟ وأنا؟ تستنون؟ ألو؟ أيوة أنا. مين؟ شاهيناز؟ دكتور سيف، أنا لسه تعبانة. أنا مش قلت مفيش نزول من السرير؟ ليه بقى نزول تحت؟ تحت فين يا بيه؟ أنت عارف إني ما نزلت من السرير. ليه؟ وعارف ازاي ده؟ ايوه حاضر يا دكتور، هطلع على طول. انا مش قلت بلاش شرب؟ ايوه يا دكتور. ها ورميته وشاف الجاز كمان. اكيد الدكتور ده بيكشف علينا بالاقمار الصناعيه. انبطح. وارجوكي توقفي البلو اللي عندك ده. عايز اعرف. حاضر هوقفه. مش هتسمع له حس تاني. حاضر يا دكتور، مع السلامة. بلو يا عيون. بلو الدكتور فكري بيقولي وقفي بلو مكانه وما تخليهوش يتحرك لا كده ولا كده، وكمان مش عايز يسمع لك حس خالص. هو انا اتعديت منك ولا ايه؟ الظاهر كده يا بلو. معلش ربنا معاك. ما تعملش في نفسك كده يا بلو، علشان خاطري ما تعملش كده. عن اذنكم يا جماعة، الدكتور زمانه جاي. انا اتعديت ازاي وامتى؟ انت لسه بتتكلم. اسكت يا بلو اسكت، ما تطلعش صوت خالص. ذنبك ايه انت بس يا مسكين؟ أنا ضعت. ده اللي كنت خايف منه. أنت مالكيش غير علاج واحد. إيه؟ هبعتهولك. أنت ما بتقولش أي ليه؟ أي. إيه؟ أي. بس لخنافك. ربنا يجعل في إيدك الشفاء. ما تخلي. تعيش يا شفاء. مع السلامة أخويا. هو الواد فهمي اتأخر ليه؟ أحسن. كل انت بالهنا والشفاء. السلام عليكم. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده كله؟ ما تاكل ما تاكل. انت متعشى بره ولا ايه؟ لا انا على اخويا ما اتعشيتش. طب ما تاكل تاكل. هو انت مخلي لي حاجه عشان اكلها يا علي؟ امال ايه ده؟ لا مؤاخذه صوبيا، ما طبيخ اهو. طبيخ. طبيخ ايه؟ طب والفرخه يا علي؟ الناس اللي متجوزين اللي زينا لازم يرموا نفسهم، فاهم؟ تقوم تاكل فرخه لوحدك يا علي؟ بكره تتجوز وتعرف. ما هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. منك لله يا علي يا اخويا. ايدك معالى يا فهمي. ها ايدك. ها تصبح على خير. يلا يا سيدي يلا.
بطل شغل الاخرام ده، مش كل يوم اجيب لك ستاره تخرمها. مش كده يعني بقى الله سفهمي حسن. انت هناكل فراخ يعني؟ نعم هانت يا سفهمي. جايب لك خبر هيفرحك قوي. قول. غمض عينيك. غمض؟ افتح؟ اهو. ايه ده؟ حته من مصر. 50 قرش؟ رضا نعمه. يبقى فاضل قد ايه؟ شوف يا سيدي، هما كانوا 97 جنيه و30 قرش، يبقوا دلوقتي 97 جنيه و50 قرش. يبقى فاضل 52 جنيه و3 تعريف. ونتجوز يا سي فهمي؟ اه، ونخلص على فراخ العشة كلها. نعم. ونعيش سوا سوا. اه، هنسكن في جاردن سيتي. جاردن سيتي؟ ايوه، اصل انا مكلم واحد صاحبي بواب هو، عشان يدور لنا على اوضه فوق سطح اتخن عماره هناك، لا ما تلاقيش من حاجه. وفتره غيابي مرتبك بتاع العياده ماشي على طول، مالكش شغله غير شاهيناز هانم، تباشر علاجها وتفضل جنبها على طول. اشمعنى يعني؟ ابوها كان صديقي وله افضل عليا. زي المساله دي مش ببلاش، دي هتدفع لك 20 جنيه في الشهر على شرط تقعد جنبها باستمرار. ليل نهار؟ ايوه. عايز ارجع من السفريه بتاعتي الاقي شاهيناز هانم استردت صحتها. ان شاء الله هترجع تلاقيها زي البغل. لا مؤاخذه، صحتها كويسه قوي. السهر ممنوع والشرب ممنوع، الدقه في مواعيد الدواء، الانفعال ممنوع. ممنوع دي وعرفناها، انما الانفعال عايزه توضيح حبتين، اصلها ما مرتش عليها قبل كده. الانفعال يعني ما تزعلش زياده عن اللزوم وما تفرحش زياده عن اللزوم. اللهم صل على النبي، الطب تقدم يا اخوان. الست دي وراها شله ملاعين، زي ما بيبددوا في فلوسها الظاهر انهم ناويين يبددوا حياتها. هي عندها ايه بالظبط دي؟ عندها تقلصات عصبيه في المعده، لو زادت هتاثر على قلبها ويمكن تنتهي حياتها. لا لا لا، هتنتهي على خير ان شاء الله. يعني قصدي مهمتي هتنتهي على خير، وهترجع تلاقيها بيزا الحمار. فهمي هو اللي هيباشر العلاج. فهمي ده؟ انا نائب الدكتور ورئيس مجلس اداره العياده في غيابه. ايد اليمين وخريج معهد التمريض، هيفضل معاكي ليل ونهار، مش هيخرج من هنا ابدا الا وانت فيه كامل صحتك. انا مش هسيبها الا وانت زي الحمار. زي المحار المحاصر في زي الفل. تبقى زي الفل يعني. هو تسمعي كلامه وتنفذيه بالحرف الواحد. العلاج معاك اهو، كل يوم حقنه مخدره وقرص قبل النوم، واللي اهم من العلاج الانفعال. مفيش اي انفعال، ان شاء الله هتبقى زي الحمر، زي اللي هو ده. الانفعال يا نعنع يعني الفرح والنكد، ممنوع انها تفرح اكتر من اللازم او تتنكد اكتر من اللازم. يا دي المصيبه، حتى الفرحه تتحرم منها. اه، وايه عندها مال قارون يغور المال. طب ومستني ايه يا سفاه؟ وعايزين اعمل ايه؟ ميعاد الدواء بتاعها مش قرب؟ كل خير يا نعنع، فكرتيني. بس اللي عزز عليا ان انا هبقى بعيد عنك. ربنا يعدي الثلاث اشهر بخير وترجع لي بالسلامه. ادي حته. حته؟ حته ايه؟ سد الحنك. سد. صلى على النبي. مفيش حد واقف.
احنا مش قايلين يا هانم ممنوع جميع انواع الهلس؟ يلا على السرير. ايه ده؟ هو انا هفضل طول عمري في السرير؟ لحد ما تخافي وتبقي زي الحصان، زي الحمار، قصدي يعني زي البتنجان، زي البتاع بتاع الفل، زي الفل. انت بتبصي لي كده ليه؟ فاهمه؟ وبعد كده اعملي اللي انت عايزاه. اه انت حشري ليه يا جدعان؟ انتيك انت، اسمع انت بالكتير تسكت. ليه 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 تبني على نفسك يا مسكين؟ ليه؟ اهو بقى واحد شاب زيك مش لازم ينهي حياته بدري. هنعمل ايه يا راجل من قلب الدماغ؟ اسمع بتاع انت. بتاع ليه؟ ليه تقول بتاع ليه؟ وانت عارف ان انا مش بتاع، ملك الكاراتيه تقول له بتاع. يا ولاد الناس لعبه. يا جدع انت تكسر مين؟ صلي على النبي. علاء نعمل يا ولاد، انت كنت هفشحله. يا جدع تفشحل مين؟ ده انا بس غير هي قطعتني كنت انا هشنكر البنكارت على في اي حته على طول. شنكر. يلا اطلع على السرير. انا طالع استريح. يلا بسرعه يا بت حسن. ايوه تعالى وصل الاستاذ فهمي اوضته. استاذ وطلع له الشنطه. حاضر. يلا يلا. حضرتك هطلع اوضتي. شايناز. نعم. حابه امر عليك. اتفضل. هات الجزم. عايز تاخدها يا اخويا؟ انا عارف. هات الجزم. اديك يا يلا يا استاذ. انت هتسمع كلامه؟ انت انقذتيه. عليا النعمه لو اتاخرت دقيقه بس انا كنت هيمرمط بيا الارض. يلا يا جماعه. انت صدقته. اي خدمة؟ لا ما متشكرة يا ابي قريب. متشكرة. انت اسمك ايه؟ حسن. اسمي حسن يا دكتور. طب يا حسن شوف لي حاجة عشان اغلي اغلي الحقنة. اه بس الهانم يمكن تخرج. تخرج مين يا ابني؟ ده انا حاطط لها مخدر ينوم حمار. حصار. مسمار. محماص. حمار. الحمار. بسرعة يا حسن! لا لا ما فيش أي حاجة. اتكل على الله. اتكل على الله. الست دي معايا ب 80 جنيه. ودي يا بلو. يا عيوني. احنا هننزل نكمل سهرتنا بره ونزوغ منه. برافو برافو يا ام الافكار النيره انت. بس ده قال انه هيفوت عليكي. طب ما انا عارفه، مو علشان كده هتنام مطرحي في السرير. يا حياه قلبي. هنام فين؟ في السرير يا حبيبي، هتلبس فستاني وتعمل بوز. بوز ايه يا حياتي؟ بس لو نمت انا في السرير. يا حبيبي هو كده هتنام مطرحي وتعمل بوز، بس اوعى تستحمل الموضوع احسن تبقى مصيبه. عيب يا حياتي. ايوه انا بس خلاص يا بلو هو كده يا حبيبي. علشان خاطر. حاضر. بس اوعى تتاخر عليا. انا هستناك في كازر النجمه السود. فاهم يعني ايه كازر النجمه السود؟ حاضر. يخدم الله يخدم. حلو يا بلو حلو. اوعى تتاخر يا قمر. لا يا حياتي. يخدم يا قمر. اوعى تستحمل يا ولد الموضوع. بسيتني انا فاكر فاكر كويس قوي قوي. يلا اتفضل من هنا. من هنا اتفضل.
ناس هانم. احم شهناز هانم. شهناز هانم يا ست. يا ست يا معلم الصبر. هو في ايه؟ بقول لك ايه؟ اسمع الولايه اللي بتعقل بيها ست عكو دي اللي هانم دي راحت فين؟ Who knows؟ وده ركب لها ايه دي؟ Who knows يعني محدش عنده فكرة يا جاهل. أبو علي راحت فين؟ خرجت هي وأصحابها. ما تعرفش راحت فين؟ ما عنديش فكرة ومش مسموح لي أتكلم في الحاجات دي إطلاقا. طب والعمل مع عادل حقوق نجيب لازم تاخدها دلوقتي. I don't know أنا مالي ماليش دعوة. إيه؟ يو إيه؟ I don't know. حلوة دي أه؟ ظريفة جدا حقوقنا. جميلة لطيفة. بس لازم بقى أي حد ياخد الحقوق. يعني إيه؟ أصلها هتحمد لو محدش. يعني أنا اللي أخدها؟ إذا هضطر أتكلم. يلا فين يا سيدي؟ أمري لله. على رأس الغوال زي الحمام الهزال يا محلى رأس الغوال زي الحمام الهزال يا حلاوتك في ما شاء الله ملحة في عين اللي ما صلى يا حلاوتك في ما شاء الله ملحة في عين اللي ما صلى هنا بترقص غادية يا عين يا ليل يا عين
والنبي ما شفتش واحده سكرانه وهتموت من السكر. ايوه يا استاذ شكرا. يلا فز قدامي قول. ايه يا استاذ لما قصد اصل التوت مساء الخير. التوت مساء الخير. ايه؟ هي فين؟ هي مين؟ شاهيناز وديتوها فين؟ تعبت وروحوها. استمرار الحياة يساوي المعجزة. حبها للحياة هو اللي حقق المعجزة لغاية دلوقتي. الرقابة الطبية ضرورة حتمية. هتعمل ايه يا وحش؟ شاهيناز طولت أول مرة دي يا وحش. وحشتني. وحشتني وحشني السهر. بعمل ايه؟ بضطر انام طول الليل عشان اقدر اسهر بالنهار. حرام عليك. ربنا يخليك. استني كمان 3 اشهر ويجي الدكتور فكري. ها؟ انا ونعناع عملناش الا انت وربنا. ها؟ ده واقل من الواجب. يا ترى هعرف ارد لك جمايلك؟ العفو استاني انا مش ست هانم. امال حضرتك ايه؟ انا واحده ست عيانه وانت خففتها. شاف ربنا ست عيانه. يا سلام انا فرحانه فرحانه قوي قوي قوي. لا 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 لا, لا. بلاش حكايه فرحانه قوي دي عشان دي بتخش الباب الانفعال. اذا كنت فرحانه سيبيني انا ازغرط لي، واذا كنت زعلانه اتحرق دم اللي خلفوني انا. للدرجات دي؟ واكتر من كده بس تخف بالسلام. يعني انا استاهل ده كله؟ لو تعرفي حياتك عندي اغلى من الدنيا. ده انا من غيرك اعيش بنص دين. كلامك حلو. قوله تاني. المهم مش الكلام، المهم الفعل. يا ترى لو خفيت هبقى اشوفك. انا ما استغناش عنك ابدا يا هاني. طب لو قلت لك نفسك في ايه تطلب ايه؟ فرخ. فرخ بس؟ اصل الفرخه عندنا معناها معناها ايه؟ معناها يكسف. لا هو يكسف ويفرح. طب معناها ايه بقى؟ معناها انا هقول لك. هو لما بيجيبه في سحلقه على فسحه، واخد بالك؟ ولا بلاش. انت هتقول ولا ازعل وانفعل؟ لا هقول. معناها الجواز. الجواز ومش عايز تقولها؟ دي الكلمه دي لو كانت هتموتني كفايه اسمعها منك واموت. كلمه ايه يا ست هاني؟ كلمه الجواز. انا ما طلبتش ست هاني الا فرخه. الفرخه بقت ملكك يا فهمي من يوم ما ردت لها حياتها. ايوه بس انا كان قصدي. لا مش قصدي. هو انا كنت فاكر يعني مش وانا لما مش فاكر حاجه خالص. فاهمك. انا لما اسال هم لما جم اصل انا كنت عايز. انا مش عايز حاجه. انا فرحانه اني لقيت الشخص اللي يحافظ على حياتي. يا ست هانم انا تمام ارجع لقد حالي. المهم الحب. خلاص بقى مبروك. خلاص ابتدت تخرج وتروح وتيجي. هلا هنسهر والجو هيحلو وهتبقى تمام التمام. العين عليا. طب فلوسنا بقيت حقي هنسيبه؟ انا هروح اجيب لك فلوسك. يا نهار اسود. انت؟ ده لو عرفت انك خطبت هتطب تموت. ليه بقى كفل الشر؟ الانفعال. خلاص هقول لها ان اختك قطع الانفعال وسنينه. انت بتقولي ايه؟ بقول لك فهمي عيان صبح الصبح دماغه
خالص. وعملت له ايه؟ عملت له كوباية شاي واسبرينتين. إيه؟ فهمي فهمي كوباية شاي واسبرينتين. انت عارفة فهم اخوك ده يبقى لي ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى حياتي. الو؟ لا. الو دكتور اسماعيل، انا شهيناز، تجي لي حالا دلوقتي. لا لا لا، مش انا اللي تعبانه، ده فهمي يا حبيبي. لا لا لا، مش انت، ده فهمي. انت عارفه فهم اخوكي ده يبقى لي ايه؟ يبقى حياتك. لا، ده حياه ناس كتير قاتهم المرض زيي يا حبيبي. يا فهمي. الو. لا. الو دكتور احمد، تجي لي حالا دلوقتي. لا لا لا، مش انا، ده فهمي. انت عارفه فهمي ده يبقى ايه؟ حياه ناس كتير قوي. لا، وحياتك انت كمان، عمرك ما هتلاقي اخي زيك يا حبيبي يا اخويا. الو دكتور رمزي، تجي لي حالا بسرعه. الحكايه ما تستاهلش ده كله، دول شويه صداع يعني. وهنا برضو ابتدت معايا بشويه صداع، وبعد 3 اشهر اكتشفوا ان التقلصات اللي بتجيني بتاذي القلب. يا حبيبي يا فهمي. يا خرابي، يكون اتعدى منك. صح يا حبيبي يا فهمي. طب وبعدين العمل ايه؟ اهم الدكاتره زمانهم جايين، ناخدهم ونروح له. هما ما جوش ليه بس؟ انا اعرف. فهمي يا اخواتي كوبايه شاي واسبرينتين. فهمي توصل في الدرجه لكوبايه شاي واسبرينتين. سيبيني فهمي اسبرينتين. يا حبيبي يا فهمي، يا حبيبي فهمي. ست شهيناز يا اخواتي الحقوني الدكتور. الدكاتره اللي كانوا جايين علشانك قعدوا معاها يمرضوها. يعني ما عرفتيش تجيب لنا القرشين اللي عندها؟ ازاي بقى؟ دي البنايه يا عيني عليها من فرحتها طبت وقع. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ الا قول يا فهمي، هي التقلصات دي ما تعملهاش عمليه وتخف؟ يا ريت. ما انت هتخف ازاي بقى؟ محتاجه لصبر وعلاج طويل. يا لهوي، يغور العز اللي هي فيه. العز من عزها انت، المهم الحب. وانت الحب كله نعنع بفقري ده على قلب احلى من العز. انما قول لي، اللي زي دي لو اتجوزت تخلف؟ الخلف خطر على حياتي. يعني جوازها هيبقى حبر على ورق. تمام كده. تبقى ملهوفه يا عيني على الجواز علشان تفرح بيومينها اللي فاضلين لها. تمام كده. وهكوني بتقولي كده عشان اتجوزها. تمام كده. يعني عايزين اتجوزها؟ ليه لا، ما دام حبر على ورق. كده يبقى 150، يبقى انت واخد كام؟ 140. 100. 140، ما انا هقول لك، هو 140 وضوء ويبقى 107 150. ايوه يبقى 107. دول 150. ايوه. انت واخد 150. شكرا قوي علي، ده جميل عمري ما هسوي لك اخويا. بس في حاجه مهمه قوي عاوز اقولها لك. عارف، اخلي بالي من نفسي. لا، في حاجه كمان. ما اقلعش الحجاب من رقبتي ليل ونهار. لا، في حاجه كمان. واغسل رجليا قبل ما انام. بقول لك ايه، فلوس المهر دي انا راهن الورش عليهم، يعني لو ما اتدفعوش في ميعادهم هيتخرب بيتي، فاهم؟ هيتخرب بيتي وما فيش فراخ، يعني هبطل انا فراخ. شوف بقى لما بطل انا فراخ، يعني شوف بني ادم زيي من غير فراخ. يا عم معروف، اتصرف اعمل اي حاجه الا الفراخ. الف مبروك يا سي فهمي، عقبال البكار يا اخويا. الله يخليك يا زوبه. ما تسلينا باي حاجه، قولي اي غنوة اي موال. ظهر المأذون ده مش جاي خالص. والمأذون اتاخر ليه؟ هتلاقيه بيتجوز، هو راخر. انت مستعجل ليه يا سي فهمي؟ بس وراها شغل بعد اسبوع. الله يا زوبه، انخعي اي موال، قولي اي حاجه، ده مش فرح. وحدوه. عينيا الاثنين يا سعادي. قول لنا غنيه وتفوز. ايه الكوز ده؟ انا بحب الكوز. طب قوم نسمع. ولا حد
المأذون اتأخر ليه؟ ما لسه بدري يا سيفان. طب وشاهناز؟ الله، انت هتشتغل من دلوقتي؟ احنا مش قلنا شاهناز دي حبر على ورق؟ ايوه، ما انا عارف انها حبر على ورق. طب والعيا والدواء ده حبر على ورق اخر؟ اه صحيح، لا عندك حق بقى ابني، العيا والدواء ده مش حبر على ورق. هو المأذون اتأخر ليه؟ انا عارف، خلينا قاعدين لغايه الصبح، لا هنتجوز ولا هنتنيل. السلام عليكم. اتأخرت ليه؟ من أنت؟ وما شأنه؟ ما شأن ده إيه؟ أنا العريس. وما وجه الاستعجال؟ أنت عشانك من حياتي؟ أنت مالك يا أخي؟ بلى، سأعطيك شهادة بتأهيلك. طب يلا خلصت. لمشوار؟ مساء الخير. لمشوار؟ إيه ده مشوار ده إيه؟ مشوار أي المنديل يا جاهل، المنديل؟ آه المنديل، آه. بس خلي بالك عشان في بلاوي والنبي، ها؟ كان عندي أنفلونزا الأسبوع اللي فات. مساء الخير يا عزة. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي تعالي خد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو العريس يبقى عصبي كده يا اخويا؟ اه. ليه؟ داخل على معركة يا سودة. معركة؟ اه. معركة ايه يا اخويا بقى؟ معركة الحياة. بعد ما يقوم من جنب المأذون، اما نسي اسمه هيشيل هم الدنيا فوق دماغه. دي الدنيا حلوة يا سعالي. مالها الدنيا بقى؟ حلو، بس من غيركم. الهي يبتليكوا بفرة. علي النعمة ما تسوى بصلة من غير الفراخ. ايه ده شرينا؟ والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. مبروك مبروك يا فندم. مبروك يا جاهز. مبروك. انت خدت المنديل ليه؟ سيفونير اي تذكارة. تذكار ده ايه ده؟ باربعة ساعة خدت المنديل. سوري سوري ايه؟ بقول لك خدت المنديل. ايه ده؟ مهبل مهبل ده ايه؟ شيلوه لما تجيب المنديل. يا حاج حبيب يا امين الشرطة. يا امين الشرطة يا ابوي. يا حاج يا مجنون يا مجنون. هات المنديل. شاهناز شاهناز يا وحش هتخسرني. انا خساره صدقني. انا نقطه حقيقي فعلا. صور شاهناز كلها تتجوز فهمي. ما هو من قله الرجاله. ولو كل عيان يتجوز الدكتور بتاعه، انا كان زماني متجوز الدكتور بسطويسي. المهم الحب. يلا 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 شوف المأذون. يلا يا بلو يا عيون. بلو بلو يا خساره الرجاله. ايوه الو. ايوه انا. هلو بالو بالو نديل الشيخ مأذون. قول له بالو عايز ايه؟ مش فاضي ها؟ لا لا مجبوش مجبوش مشغول ها؟ نزل على ودنه ها؟ خليه خليه ربنا يسهله. لا انا ولا حاجه. باي. قال لك ايه؟ مبروك. ايه؟ مش هيحصل جواز يا جنه. ليه؟ الشيخ مأذون مشغول كومبلي على ودنه. طب هو لازم مأذون الحي؟ ما تشوف مأذون تاني. هو الواحد ما يعرفش يعتمد عليك يا بلو. يا عيون بلو. يا حياتي وحشتني. اتأخرت ليه؟ اصل نعناع كانت بتنضف هدومها. ايه ده كله ده؟ عقبالك يا نعناع. حسن تعالى خد شنطة الهنا مطلعها فوق. تعالى يا نوني. ايه رايك في البدله دي؟ مش حلوه؟ اه مش بطاله. طب مش تقولي ميرسي على المفاجاه دي؟ ميرسي على المفاجاه دي كده حاسس؟ مغمزه ازاي دي؟ اديني بوسه. يا نهار اسود ابوسك علشان خاطري. قومي هنا. لا كفايه كده، نروح النار. علشان خاطري. ومن هناك بقى؟ من هناك؟ من هناك. لا نأجل اللي من هناك دي شوية. عندك حق يا حبيبي، نأجل اللي من هناك دي لحد ما تقلع. ايه؟ تقلع يا حبيبي. اقلع؟ مش ممكن بقى، مستحيل. هو ايه مش ممكن؟ وبدلة الفرح مين هيلبسها؟ اه بدلة الفرح. اه صحيح لازم البسها. طب بس دقيقة واحدة علشان انا ببقى
في ال... يعني ها ما انت عارفه بقى. يلا يا حبيبي العب. عنوان شارع معمل السكر بجاردن سيتي. اذا تهت بقى تعالى هنا الاول وانا هبقى اروح اجيبك بالعربية. ما تتأخرش وحياتك. ايه الحلاوة دي؟ اما رس ودوم نايل بنيلة على العيال المخلصة. يا واد انت يا ابن الكلب. حلوة البدلة. ها؟ سلام هانت عليك البدلة الاولانية. الاولانية احلى واحلى. ايه؟ طب لو كانت احلى قلعتها ليه؟ اه لزوم الحبر على ورق. والله انا خايفه الحبر على ورق ده يزفت على دماغي. احنا فيها يلا بينا نروح. نروح وسيب الست الغلبانه دي تنفعل وتروح فيها. احنا هنا والنبي احنا هنا. احنا هنا انت اميره اللي كل بحنيه. تاني فوق لروحك انت ناسي تاني. انا المجنون. فهمي انت مطلوب. الهانم عاوزاك. غلطان عشان بحبها. لا عشان ما عرفتش تشكمها. عملته ده؟ اصل بصراحه المأذون ده هو اللي طلق اخويا وانا بتشائم منه.
طب مأذون الحي مش موجود، بلاش نتجوز يا ست. نستناه احنا ورانا حاجة؟ هو ايه اللي نستناه؟ اتصرف ازاي انا دلوقتي؟ اقول له ايه؟ انزل قولي له عريس مات. لا انا ما اقدرش انزل، انت قول. انا هنزل اقول. انزل اقول له اللي انا مت ازاي بقى؟ اتفضلي انت انزلي قولي له. يلا. انا اتخضيت، اديني بوسه. يلا يلا انزلي قولي للمزقوم. يلا. ايه خلو بالو يا عيون بالو، اسرة المأذون. بتقولي ايه؟ بقولك اسرة المأذون. اخيرا اخيرا رجعت لعقلك. بقول بدل ما نصرفه نشوف له شغلانة تاني احسن. شغلانة ايه؟ قول يعني نخليه يجوزنا لاننا احنا بنحب بعض. بلو يا عيون بلو. انت هايف. انا عارف بس دي حاجة مثلا. بلو بقولك صرفه. انت عايزة فرصة تفكري. فكري اروح قلبي على اقل من مهلك. انا مش مستعجل، انا عارف نفسي. فكري. ها شيخ مأذون انا جاهز. خلاص خلاص. ايه العريس ماله؟ طلق العروسة. طلق العروسة؟ كيف يتم الطلاق دون ان يتم الزواج؟ ده اللي حصل. هنعمل ايه؟ عيل بقى. عيل وانا جايبني اجوز عيل؟ احنا متشكرين يا سيد مأذون. عفوا يا سيد. شكر الله سعيكم يا سيد مأذون. بقي حياتك يا ابني. حياتك الباقية. This way please. العشاء جاهز. تفضل. ولا انا قول لي مبروك. مبروك. عينيك دي هتوديني في داهية. ها فكرتي؟ ايوه. قلتي ايه؟ تاني. ماله؟ عايز مأذون تاني. انا لا يمكن اشوفك وانت بينكتب كتابك ابدا. ها الاغبط وش. لا يا اخويا انا ماليش دعوه، انا هروح بقى. اسمع بس. ايه؟ انا هديها الحقنه وقرص الدواء هتتخمد على طول. يا سلام وانفرس انا بقى هنا لوحدي. لا ابقي سيبي باب البلكونه مفتوح. ليه؟ عشان اجيلك انا. ليه؟ هنقعد بقى طول الليل نضحك. يلا نعنيع.
يلا. هلا يا حبيبي. يلا حبيبتي. طب قلعني الفستان. لا انا بقول لك يلا علشان تاخدي الدواء. دواء. انا اخدت الدواء. صباح على خير بقى. انا اخدت الدواء. طيب صباح على خير بقى. اصل في ايه ده يا فهد؟ انت عارف ميلادي تبقى ايه؟ النص من شعبان. ليه؟ ميلادي ليله فرح والله. شهناز خطتين في الراس يوجع. كتاب وكتابنا. وبعدين يعني كفايه كده النهارده. لا بعدين لف علي يزيد. ويلا سلامة. انا حتى لو حمد الموت شهود. لو هدفعه تمن لحظه حلوه عيشه. وبعدين بقى في سوستة. بعيد عني عرض. اعملي معروف. انا بعمل كده عشان مصلحتك. دي حياتي وانا حرة. ايوه بس انا اللي مسؤول عنها. يعني ايه؟ يعني نأجل الجواز شوية. يعني ايه ليه؟ لا 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 ارجوكي بلاش انفعال. انا حرة. انفعل زي ما انا عايزة انفعل. هتقع. Thank you.
جميلة. انتوا تتفقوا مع بعض وانا جاهز. يا حبيبي ليلة ساعة هعوضها لك بشهر دفع. شهر دفع؟ شهر عسل في الفيوم. يا حبيبي. الفيوم. فيوم؟ هيقضوا شهر العسل هناك. عسل؟ وخدوا العسل من هنا ولا هيشتروا عسل من هناك؟ I don't know. هو يا ترى هينزلوا فين في الفيوم؟ الأوبرج. It must be so. يا خسارة شهناز، هتخسري كتير. حسن. نعم يا فندم. الفيوم دي فين؟ ده يا فندم ولا حاجة، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، متشكرين قوي بقى. شكرا. لوكاندة ايه دي اللي ببالها ما فيهاش الراعة؟ فاهم. يا نافوخي. الو، من فضلك اديني الاستاذ فهمي. الو، ايوه انا فهمي. طب انا جاي حالي. انا مش عارف ليه. طب استاذ، ايه يا اخويا ده؟ ايه في ايه؟ انا عايز اسافر. ايه؟ اسافر؟ واحنا لحقنا نيجي عشان تسافري؟ معرفش. ليه حصل ايه؟ هي حصلت الارض كمان. ارض؟ هو فين ده الارض؟ ايوه استهبل يا اخويا استهبل، ساعة ما كنت بتفتح لها السوسته. لو انت عرفت ازاي؟ ده باين من هنا صحيح. طب واحدة والسوستن ده ايه؟ ما فكش دقيقتها؟ يا سلام، وما تفكش دقيقتي انا ليه؟ انت مالكيش سوست؟ لا طبعا، مين اللي قال؟ ليه؟ فكلي السوست. وأكتر
مين بقى؟ ادخل برسوار. مالو؟ ايه اللي جابك؟ ابدا والله انا كنت نازل اشتري سجاير ما لقيتش، قالوا لي تلاقي في الفيوم. والله حجزت اوضة؟ طبعا حجزت، انا حاجز الاوضة اللي جنب اوضة نعناع عبل. تعال قدام جنبنا المراقبة ده يتقفل. ليه؟ الأستاذ بلو المنكوش وصل وساكن جنبك في الأوضة عدل. بتغير عليا من المنكوش يا حبيبي؟ أيوه أغير عليك من المنكوش طبعا، أنت مش مراتي؟ وقبل ما أكون مراتي أنا بحبك. إيه؟ لا شوفي بقى أنا مبقاش فيها صحة. إيه اللي بتقوليه ده؟ أنا أتجوز نعناع؟ إيه الغجرانة بتاعتك دي؟ وطي صوتك. أتجوز نعناع؟ مالها نعناع؟ حياتي مش ممكن، دي فولكلور خالص. المهم الحب، ولا انت خايف انها ما تحبكش؟ خايف؟ انا بس ابص لها والعب لها الرفرف اليمين انتهت المشكله، بس انا مرضاش. يعني انت ما تعملش حاجه عشان خاطري؟ عشان خاطرك على عيني. بس انا ما اقدرش، ما استحملش. ليه يا حبيبي ليه؟ انا واخد حبوب منع الجواز. وخدتها من امتى يا روحي؟ ها خدتها من امتى؟ من يوم ما اديتيني بومبا اتجوزت الاستاذ فهمي. معلش بقى، مع اني انا كنت نادرة 5000 جنيه للي يتجوز نعناع. هاتي انا راجل مش بدم. قلتي هاي اي اي 5000 جنيه؟ ايوه. للي يتجوز نعناع؟ ايوه. طب واللي يخلف؟ والله يعني 5000 جنيه ومن غير خلف؟ يعني لو ربنا ادانا الصحة وجبنا 12 عيل، لو العيل وقع ب75 جنيه. اتفضلي. اتفضلي. كلمي المأذون انا جاهز. مش الاول تعمل شوية حب على شوية غرام وبعدين هي توافق؟ اعتبري الموضوع منتهي. اعتبروني منتهي. 12000 جنيه في جيبي. استاذ فهمي هلو. الفيوم منورة وشك ولا القمر. How's everything fine? Go. Those five things. اشوفكوا على الغدا بقى. العيل ب75 جنيه يبقى البت ب120. ربنا يدينا الصحة هتحلو قوي. هي العيال غليت قوي كده ليه؟ لفندي ده مش سبب البلاوي اللي حصلت لك؟ بلو ده جدع طيب وأمير. العاطل ده طيب وأمير؟ إيه ده؟ بلو ده فنان، فنان كبير قوي، بس أنت ما تعرفوش. لما هتعاشره هتعرفه كويس. عاشره؟ عاشره ليه؟ هينسبني؟ جايز. تقولي إيه؟ ضحكة نعناع. هي راح قلبي، لازم مبسوطة. مبسوطة؟ اه. انبسطت من ايه؟ مش معقولة دي. لا بجد استربعت. انا عندي حاجات تجلي. زي بتاعت الراجل اللي طلع المعاش. اه. هو طلع المعاش ما عرفش ينزل. طلع المعاش ما عرفش. طب ينزل ليه؟ اخرب عليك. ده انا عندي بلاوي. بلاوي؟ زي بتاع الموز. الموز؟ اه. عارفها؟ لا احكي. ولا انا؟ ولا الله يا عاد. ايه ده ست هاني؟ لا ما فيش ده، بلو كان بيقول لي لوكت. بلو بيقول لك لوكت؟ لوكت في عينك قالت الادب ما تخشيش. اتفضلي قدام. انا على فين؟ هتيجي معايا على الاوضه دي وهتنام معانا كمان. امرك يا اخويا. اتفضلي. كان نفسي اسمعها لك بس راحتك على خطوة عينك. تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي. ايه المناسبة بقى؟ عشان يبقى كتفي في كتفك وعيني في عينك ونقول بقى احلى كلام. اسمع يا جدع انت. نعم. بصراحة احنا متفقين نتمشى وبس. يعني ايه؟ يعني كل واحد في حاله، مفهوم؟
مفهوم. انا مش فاهمه ايه اللي مضايقك دلوقتي. دي عامله تعملها نعناعة بس لما اشوف. هي مش من حقها انها تحب. طبعا من حقها. وتتجوز. تتجوز ازاي بقى؟ امال عايزه تفضل جنبك عانس. عانس ازاي؟ مش ممكن تكون عانس ازاي يا حبيبي؟ عيب. انت مالك؟ ايه اللي مزعلك؟ انا مالي ده ايه؟ مش اختي؟ اختي يا عالم اختي. عارف ان عينها منه؟ من مين؟ من ضله. هي قالت لك؟ لا انا حاسه بكده. دي حلوه قوي. كنت مع بلو. بتعمل ايه مع بلو؟ كنا بيرسمني. واحدة ست متجوزة تخرج مع راجل غريب من غير اذن جوزها، ده يبقى كلام فارغ. ايوه خليها تسمعك وعلي صوتك. هي مين دي اللي تسمعني؟ جريتي ست شاهيناز. وايه قاعدة لما تسمعني؟ ايوه خليها تسمعك وتنفعل وتروح فيها كمان. طب يلا بينا بقى. على فين؟ اروح على مصر. يلا. اللهم دمها نعمة. خلي بالك يا سعاني، دي اخر فرخة في العشة. نعم. ما جبتيش كتاكيت ليه؟ منين؟ ما انت عارف اللي فيها. يا خبر اسود ومنيل. تعالي انت رايح فين؟ راح اجيب فلوسي من سنيله. يا خبر اسود ومنيل، هي حصلت تروح لاخوك تطالبه بالفلوس. امال عايزه انا اسكت على المصيبه دي؟ مش اصول يا سعاني. نعم؟ امال الاصول ايه؟ ان يديني هو بومبا؟ انا اعيش هنا من غير فراخ؟ انا؟ بخاطره بقى، نصبر. انا ما اصبرش. ده انا اموت. وبعدين بقى يا سعالي، انت عايز الناس تاكل وشنا ولا ايه؟ لا يمكن، لازم اروح دلوقتي اجيب منه كل الفلوس. تصوري احنا ما عندناش فراخ. ما تروح له في حجه قسمه الجواز بتاعه نعناعة وتفكروا بالقرشين. قسمه جواز البنت نعناع؟ حلوه جدا. عارفه انت تستاهلي ايه؟ استاهل ايه؟ فرختين مره واحده. انت مش عايز تجوز نعناع ليه؟ من مين اللي قال اللي انا مش عايز؟ ده انا نفسي دلوقتي قبل كمان شويه. طب بتعرض ليه؟ بالعربي بقى، انا نادر ما اجوزهاش غير لما تخف بقى ان شاء الله. طب افرض ما خفتش؟ فلا الله ولا فالك يا شيخ، كلها كام يوم وتخف بالسلامه. يعني قد ايه كده؟ اسبوع، كلها اسبوع ويجي الدكتور فكري ونطمن ونعمل بقى الافراح والليالي الملاح وتبقى ليالي. طب ايه رايك الاسبوع ده نعمل فتره خطوبه علشان يتعرفوا على بعض؟ هما مين دول؟ بلو ونعناع. يا دي النيل على بلو ونعناع. يا ست انت نعناع ما يملاش عينها بلو بتاعك ده. طب ايه رايك بقى يا سي فهمي ان بلو ونعناع قاعدين دلوقتي في كازينو النيل ومالين الدنيا حب في حب؟ بتقولي ايه؟ بقول اللي بيحصل دلوقتي. فهمي مع السلامة. تاكس مع السلامة. تاكس احمد قسمت جوازك هلا كمان بتاخد تاكس؟ الله يرحم ابوك كان بياخد انفلونزا. افندم عاوز حاجه؟ اللي عايزه مشي. فهمي بيه؟ بيه هو بقى بيه بقى حرام يعني. انت حضرتك عاوزه؟ انا علي اخوه. علي بيه اتفضل. بس مش عيب ادخل والراجل مش موجود؟ الست هانم موجوده اتفضل. هانم؟ هي كمان بقت هانم؟ دي منظمه. اتفضل اسحب. اتفضل. انا مش فاهمة، اخته وجالها عريس مش عايز يجوزها ليه؟ انت مين؟ انا علي. علي اخو فهمي. اهلا 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 سهلا هنا. اهلا اهلا اهلا. اتفضل على مهلك. على مهلك. ايه الذوق والانسانية والجمال ده كله؟ ايه انك انت جبت معادك؟ جبت معادي؟ ايوه. امال لو كنت اتأخرت شوية كنت هشوف ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة. يا نهار ابويا اسود. تشرب ايه؟ انا دلوقتي اشرب فراخ. فراخ؟ فراخ. اخير ان شاء الله. اخير. انا رحت اطلع القسيمة. ايوه. قالوا لي يفوت بكرة. ايوه. وبعدين قالوا لي لا افوت بعد. ايوه. لما طلعت بقى القسيمة. ايوه. وخدت انا القسيمة. أيوه.
فهماني سيادتك؟ ايوه فهماني. ايوه خدت انا القسيمه. أيوة. اهلها حبوا يطمنوا على عروستهم قلقانين. أيوة. قالوا لي لازم تروح تطمن على نعناعه. نعناعه ها؟ اهدي اللي انا كنت عايزاك علشان هو ايه قبل اللي وقع فوق ده؟ ده الكرسي. اه اتفضل ريحي نفسك. معلش اتفضل ريحي نفسك انت. معلش اتفضل ما تتعبيش نفسك. اتفضل اه انا بقى كنت عايزاك علشان نعناع. نعناع انت عارف انها كبرت ولازم تتجوز. نعناع اه وجالها ابن الحلال جدع امير وابني ناس وكفايه انه بيحبها وعايز يدفع لها مهر 5000 جنيه. نعناع اه وانا نفسي تقف جنبي علشان فهمي يوافق يجوزها له. نعناع اه الجواز اسمه نصيب ومش علشان انت طلقت مراتك يبقى الناس كلها ممكن تتطلق. انا اه وانا وفهمي متجوزين لكن ما عندكش فكره حياتنا كلها حب في حب. انتي اه انا بعتبر نعناع اختك زي اختي تمام وعايزه اساعدها وتأكد ان بلو هيساعدها ويحبها. بلو؟ ها قلت ايه؟ مين؟ انت. انا مين؟ انت مين قالك بقى ان انا هنا؟ شهناز ضحكت عليكي وقالتك تستنيها هنا وبعتتني انا عشان الجو يكمل. جو؟ جو ايه؟ الحب. الحب يا نعناع. لف لاموري حكايتي مع الزمان. العذاب فوق قفاه يا ابتسم يا نعناع. ايه ده؟ ابويا ظبطني وانا بقرا كتاب عن الحب وعينك ما تشوف الا النور. سكني حته الدين علقه. انا بطبعي اعز العلا قوي. ها وتوبت عن الحب؟ اتوب اتوب انت موجود يا طعم يا مشفي يا مبسطر انت. وناوي على ايه؟ ناوي اروح. برافو ايدك ملساء. ابعد ايدك جاك قطعه. انت فاكر نفسك ايه يا جدعان؟ انت حته بتاع لا تسوى ولا تستاهل. احنا هنبلعظ؟ تكونش فاكر نفسك راجل؟ انت لو راجل ما كانتش شاهيناز رميتك لغيرها. ها؟ يعني انا مش راجل؟ يا ريتك حصلت. اذا انا ست؟ لو راجل صحيح كانت شاهيناز حطيتك في عينها زي ما حطت غيرها. لو راجل صحيح كنت حبيتها وعرفتها قيمتك. كده. تعرف تقولي هي ماسكه فهمي ليه؟ عشان راجل ملا عينها وعارف يصونها. ايدي. سلامت ايدك. اه مش عارفه ايه اللي قرصني. فين فين؟ اه يا عبد منعم. ادعك هادي. انا حزرقب. يا سلام يا لعلعة. انا اعز الايدين السرحة قوي. ايه اللي بتعمليه ده؟ ايه بشم شويه هوا. ايه اللي جابك هنا؟ التاكسي. نعناع انت بترعبي بالنار ليه؟ كفى الله الشر. الراجل كتر خيره عزمني على كوباية شاي. اقول له لا؟ راجل من فضلك وليها تاني عشان بس اصدق. يجادك ايه بلو؟ ان ما كانش بس دمك خفيف. يلا نجر قدامي. وان ما نجرتش حرقها عليك ازاغك. هو جرى ايه بس يا فهمي؟ بقول لك قوم احسن انا العفريت الزرق بتتنطط في وشي. قومي. نهايته نوم. يلا يا بلو. مع السلامه. خليك انت ابو البلاليط. خليك انت يا ابو الجلاليط. لا 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 مش ممكن تكون انت ابدا اخو فهمي. امال انا مين؟ اخو فهمي. يا ست هانم حضرتك مش قلت من شويه اني انا مش اخو فهمي؟ اخو فهمي لازم يبقى زي فهمي يفهمها وهي طايره لكن انت مش عايز تفهم حاجه ابدا. يا ست هانم على مهلك عليا شويه. انا اصلي فهمي على قدي غبي من الاول تاني. انا مين؟ اخو فهمي. اديك عرفتيها. خليك كده بقى واحنا هنوصل. فهمي بقى. يطلع مين؟ بوزي. شوف هديك هتلخبطي تاني. انا برضو اللي هلخبط. ايوه هترجعي تقولي لي ان انا مش اخو فهمي. يا استاذ علي. يا ست ارجوك ارجوك احنا كنا ماشيين كويس قوي قوي. احنا اتحسدنا ليه؟ اتحسدنا ليه؟ خليكي معايا وجاوبي سؤال بسؤال. اتفضل. مراتي. تبقى لي ايه؟ طلقتك. اهلا اهلا. فهمي لا. يبقى لي انت ايه؟ جوزي. هنوصل انا عارف هنوصل فين. نعناع بقى. ها تبقى ايه؟ اختك.
عندك حق. انا مش اخو فهم. امال انت ايه؟ انا راجل دخلت البيت ده من ساعة، وانا كنت فاهم ان النهاردة الثلاث وبكرة الاربع، وفاهم ان الله حق، وفاهم ان اتنين زائد اتنين يبقى اربعة. لما هخرج من البيت ده على امراتي بقت طالقتي، واخويا بقى هنسيري، وابويا بقى امي، وعمي بقى انتي، واثنين واثنين وساوي يبالو وبالو يا بالو. رمضان كريم يا بالو، بالو يا بالو، رمضان كريم يا بالو. ويا دلل يا دلل، ويا دلل يا دلل، ويا دلل يا دلل. الحان يا اخو، الحان يا اخو، استر على الله استرك، استر على يا الله استر. طب ما انت لابس فلينة سودة اهو. لا لا لا، ايه ده؟ انا فين؟ ايه المكان ده؟ خد خد قسيمتك، خد القسيمة. قسيمة ايه؟ قسيمة جواز. جواز مين؟ جواز انا على فهمي. ايه؟ انت ايه؟ انا مين؟ انت جرالك ايه؟ انت مين؟ انا شهيناز. شهيناز؟ شهناز ليه؟ علي ايه اللي انت بتعمله ده؟ لا لا مؤاخذه، شهناز اصل لا اصل اصل علي. أيوة. بيحب قوي الهزار. تعالى تعالى يا مهبوش. ايه ده هو العيا اثر على مخها خالص كده ليه يا علي اخويا؟ ليه ده مخها عاوز سمكره سنه. خد ايه دي؟ بس من جوازك على نعناع. شهناز شافتها؟ شافتها ده لو شافتها هتفتكرها قسيمة جوازي عليها. الحمد لله. خرب ده تاري سمكرة العربيات اسهل من سمكرة البني ادمين يا بابا. معلش يا علي. اقول لك ايه من حق؟ لا القرشين اللي انت نتعتهم ولا بومبا؟ لا ابدا، بس يعني كلها يعني كام يوم كده وهيبقوا عندك علو. كيكل انا بقى فلسع. ما انت قاعد علو. فين؟ معانا هنا شوية. تبري نفسك بفرخة ولا حاجة. هنا؟ انت قاعد هنا؟ انا قاعد في فراخ هنا علو. وحش. مع السلامة يا علوة. مع السلامة. علي يا علي، القميص يا علوة. لا حول ولا قوة إلا بالله، كان عائل الجدع ده. صحيح هو جدع أمير وابن حلال، لكن بصراحة أنا مش عارفة فهمي كرهه ليه. أنا مش فاهمة. أنا لما أقول مش موافق يبقى مش موافق. يا فهمي يا حبيبي، الموضوع ده لازم نخلص منه. أنا مش فاهمة أنت مش موافق ليه. أنا مش موافق عشان ال في 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 البتاع هو مش عاجبني بصراحة. وأنت مالك إذا كانت هي موافقة؟ إيه؟ قولي له يا نعناع. قولي له نعناع. نعناع. انت موافقه يا اختي؟ ايه سكتي يا حبيبتي؟ السكوت علامه الرضا. حتى لو هي موافقه انا مش موافق بقى. هو ايه التحكم ده؟ هتتجوزه يعني هتتجوزه، وانا بقى اللي هتجوزها له. خلاص جوزها له، انا موافق. قومي. الو مبروك يا بلو. فهمي وافق ونعناع موافق، بس ليها شرط واحد، الحب. لازم تكتب كتابك قبل ما سافر. سافري؟ سافري فيه؟ بلو انا حامل وبتوحم على امريكا. اطمني، الليله دي ههجم على اوضتها فورا. لا بقى، تكسير الحصون المنيعه ده لعبتي. ازاي؟ اطلع العمود على البلكون على الاوضه اتاك طيار. باي باي يا حياتي. اتجوز واقبض ال5000 جنيه واعمل معرض. معرض يجنن، ارسم فيه كل حاجه، ابقى فنان، ابقى حاجه. خرب بيتي. Thank you.
مش متطلقه؟ طول ما الحب موجود لازم قلبك يطمن. انت شايف كده؟ انا مش شايف، انا متفق يا حبيبي. يا فهمي يا حبيبتي يا نعمة، الواحد بيلغش في زيت ده كده عادي. احنا عايزين يبقى نشوفك برضه، احنا هنا قاعدين على طول. اللي بيحصل ده بس يا سيدي، ادي كل الحكايه. طب وشهناز؟ شهناز لو عرفت هتنفعل، ولو انفعلت هتموت. فاهمي بيه؟ نعم. انا ما كنتش متصور انك بني ادم بالشكل ده. الله يخليك ابلو بيه، حقيقي انت انسان عظيم. الله يكرمك يا بلو. انت ما حصلتش. الله يخليك يا بلو. انت منقذ المرضى والمحتاجين. الله يخليهم لك يا بلو. البؤساء والبائسين. يا بلو كفايه يا بلو بقى. فهمي بيه؟ نعم حبيبي. انا بائس. ليه يا حبيبي؟ انا لو قصدتك في خدمه تأديها لي. يا خبر ابيض، انت ابن حلال، انت تامر يا بلو. سلفني نعناع شهر واحد وارجعها لك تاني. لا يا شيخ، بقى انت عايز نعناع. الحلاوة دي أكله دي. أشكرك يا فهمي بيه. الله يخليك أبو البلالين. أنا واثق من شعورك. أنا عارف. يا خرابي، يا بوليس، يا مستشفى الأمراض العقلية، يا لهوي. فهمي بيه، ثانية واحدة، أنت سيبك منفعل ليه؟ ده مفيش أي حاجة، أنت هتسلفها لي شهر واحد عشان أنا هرسمها وكمان هترسمها. يا مطافي، يا خرابي، يا عالم يهو، هيرسمها. أرجوك بلاش فضايح، انت معقد المسألة ليه؟ خدها ايزي خالص. وبعدين انا ما بقولكش حاجة غريبة. أيوة. يا حد ده مراتك، يعني حاجة مش غريبة. انا افتكرت صح. وبعدين انا هبقى بعيد، مش عارف هبقى بعيد، يعني هبقى بعيد. هي صحيح هتبقى عريانة. ايوه. وانا برسم. انما هي هتبقى عريانة. ده اكيد. يا خرابي، يا خرابي. 5000 جنيه. 5000 جنيه هاخدهم لو اتجوزت نعناع شهر واحد وافتح المعرض بتاعي. الحلم اللي انا مستنيه. وابقى بيكلو، بيكلو العظيم. شوف يا خواجه بيكلو، انا لو انطبقت السماء على الارض لا يمكن حاسبني نعناع. وانا انا اضيع؟ يرضيك اني اضيع؟ يرضيك اني اهيم في الصحراء؟ يرضيك اني ادوحس في الحلوش يا فهمي بيه؟ وانا مالي، ما تحبش في الحنكوش، ما اي حد يحبش في الحنكوش، انا ماليش دعوه. اذا بحبك. يا معرض جاهز، كل شيء تمام، ناقص الاسامي. الاسامي الاسامي ها اسامي. شم النسيم، شم النسيم. تجن تجن. طفل الخطيئه هو ده. الحمد لله عندنا اتنين. مقصوف الرقبه. نعم. ايه مالك؟ بصني وانا اقول لك. مدبوس، انت مكسوف من اختك؟ لا ابدا، بس عشان المدام. انا فرحانه، فرحانه. والله ليه خير؟ انا حامل. حامل منين؟ تعالى هنا اهو. يعني ما كانش حبر على ورق؟ والله العظيم حبر على ورق. ما تتخضش كده يا اخي، ده انت ولادك عاوزينك. حبيبي. نعم. انا اتفقت مع الدكتور. أيوة. ان انا هكمل علاجي بعد ما نسافر. نسافر امريكا؟ وكمان امريكا؟ هعمل ايه يا اخواتي؟ ازغرق؟ انا مش عارفه اعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. انت طلعت تساعدي للسفر للجواز؟ احنا مش ممكن نسيبك هنا من غير جواز. جواز ايه؟ بلو نعناعة. بلو نعناعة؟ هتقول امي من على القهوه.
الليلة دي ليلة فرح يا جماعة. نعناع قال يا نعناع. اوه يا ستي يا اخي خلي العقول لصحابها يا اخي. وكمان بترقصي بصحتك وبتشربي خمرة. نعناع نعناع فوق الى الواحد. ايه بقى وبعدين بقى سيبني بقى ولا انا اروح اقول لها دلوقتي ان انت تتجوز اثنين وان انا مراتي. يا نهار اسود انت عايزاها تموت. خلاص اجري اقعد جنبها ما دام مش حبر على ورق. يا اخي ما تسيبني بقى وانت ترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل. هتسيبني ولا اقول لها شاهينات؟ خلاص 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 هسيبك ده انت مجنونه صراحه بقى. انا عايزه اتجوز بلو. عاوز اتجوز بلو يعني عاوز اتجوز بلو. شكرا بناتي ستاتي حريماتي دعوني اتزوج في هدوء. هو انا هعمل حاضر عليك هنخرج من هنا ومش راجعين من هنا. انا لا بشرب ولا بسكر ولا بعمل حاجه ابدا. كل الاشعه والتقارير اللي كانت بتديني بتقول انك تقدري تعملي كل اللي انت عايزاه. فهمي نجح في مهمته. وانت حضر جنبك على طول. يعني خلاص مفيش شاهيناس؟ مفيش شاهيناس. في نعناع. نعناع وبس. استاذ فهمي فضلك والعجيب اللي جابك هنا. انت عارف ان شهناز عامله مكافاه 5000 جنيه للي يتجوز نعناع؟ نعناع دي مراتي وفهمي ده جوزي. في الحاله دي مبروك المكافاه اهي. مكافاه 5000 جنيه على شرط. طلق شهناز سيبها يا اخي خليها تدوب في اللي خلفوني. طلقها. شهناز طالق وانت كمان طالق. انا طالق جايلك يا شهناز احمدك يا رب. اسمع ايه هنأجر شقه 5 اوض. أربعة منهم للنوم والخمسة نربي فيها فراخ.